الحكومة الحالية يعني أعطت أولوية أولى لضخ الاستثمارات في مجال المصافي وصناعة الغاز، وهذا واضح جدا في شركة غاز البصرة. تم تعجيل مشاريعها، مشاريع البصرة NGL 1، البصرة NGL 2، ومشاريع الغاز جذرينج، يعني مشاريع تجميع الغاز. باكورة هذه المشاريع كان اليوم محطة كبس الغاز الجديدة، الخامسة الجديدة، اللي قدراتها التصميمية 120 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز. المرحلة الأولى اللي تم افتتاحها اليوم هي 60 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز. أهمية هذه المحطة أنها تأتي ضمن مجموعة من الخطط، تأتي نتيجة تطبيقية لمجموعة من الخطط بغية استكمال منشآت جمع الغاز وإرسالها إلى معامل تكرير الغاز. هذا الموضوع مهم جداً. غاز البصرة مؤسسة لجمع وتكرير 2000 مليون قدم مكعب من الغاز، حالياً تعمل فقط ب 1000 مليون قدم مكعب من الغاز، بالتالي دخول هذه المشاريع يمثل وصولاً لهدف هذه الشركة في استثمار الغاز. الغاز سلعة مهمة جداً، يراد لها أن تكون أحد عوامل وركائز التنمية الاقتصادية، وبالتالي خطوة اليوم كانت مهمة أنها توضح أنه بالرغم من الأزمة المالية، من أزمة كوفيد-19، من كل هذه التشنجات الاقتصادية والاجتماعية، استطاعت شركة غاز البصرة أن تدشن هذا المشروع.